اليوم الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للأيزيديين والمكونات العراقية الأخرى على أيدي عصابات الظلام عصابات داعش الإرهابية، وتخليداً لأرواح شهداء العراق وضحايا الإبادة الجماعية في اليوم الوطني للإبادة الجماعية للأيزيديين، أدعوكم أيها الحضور الكريم إلى الوقوف دقيقة صمت، وبعدها يؤزف السلام الجمهوري إذاناً ببدء هذا المؤتمر. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الذي تقيمه وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين للإعلان عن خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء إيماناً وإدراكاً من هذه الحكومة بأهمية أن تكون للبلد خطة تنموية بمسارات وأهداف واضحة قابلة للتحقيق، ولكن الأهم من ذلك أن نلتزم بما خططنا له من أهداف، فهي سبيلنا الوحيد نحو بلوغ التنمية المنشودة وتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل. شهد العراق انفصالاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، الأمر الذي تسبب بحدوث فجوات تنموية هائلة في مختلف القطاعات. ومنذ عام 2003 عملت الحكومات السابقة وهذه الحكومة على إعادة عجلة التنمية إلى مسارها الصحيح عبر ردم تلك الفجوات ما استطاعت ذلك سبيلا، مع إدراكنا أن المهمة ليست بالسهلة، فبين حاجات التنمية الملحة وهي كثيرة، وبين عمل الزمن الضاغط وضرورة تأمين المزيد من الأموال لتلبية هذه الحاجات، قررت الحكومة المضي في تشخيص أهدافها وفقاً للأولويات التي حددتها، وبالتالي فقد جاءت الخطة الخمسية الجديدة متوائمة تماماً مع ما وضعته الحكومة من مستهدفات، وهذه التوأمة تأتي من الخطة التي نعلن عن انطلاقها اليوم، خطة ابتكرت حلولاً ناجحة وليست تقليدية، ولهذا فهي قابلة للتحقق وتستوعب التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، سواء كانت تحديات داخلية أو أخرى مرتبطة بالظروف العالمية ومدى تأثر العراق بها مع وجود الإرادة والقرار للتنفيذ. السيدات السادة، إن الأولويات التي راعتها الخطة تتمثل بتحسين مستوى الخدمات في المجالات كافة عبر رفع وتيرة تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء
والذهاب باتجاه المشاريع الجديدة، خاصة تلك التي تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا، حيث بدأنا بسلسلة مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز نحو الاستثمار الأمثل لهذه الثروة وإيقاف الهدر فيها، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد. وكذلك اتجهنا إلى المشاريع التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2003، ومن بينها مشاريع البنى التحتية والطاقة النظيفة وطريق التنمية وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والمدن الصناعية والزراعة الحديثة ومشاريع النهوض بقطاعي التربية والصحة وغيرها. وعلى هذا المسار التنموي نؤكد على أهمية دور إقليم كردستان والحكومات المحلية في المحافظات لتحقيق التكامل المطلوب مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد يخدم المصلحة الشاملة والعامة للدولة العراقية ويحقق تطلعات المواطنين في كل أرجاء العراق. الحضور الكريم، على مدى سنين طويلة ونحن نتحدث عن التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وحري بنا في ضوء هذا التوجه الاستراتيجي أن ترسم خطة التنمية الخمسية مسارات مميزة ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي، وهذا ما تضمنته الخطة فعلاً بعد أن وضعنا أسساً لذلك، من بينها تأسيس صندوق العراق للتنمية الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد، ومنح القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، الأمر الذي سيقدم للقطاع الخاص مساحة واسعة تتناسب ودوره التنموي الحقيقي، ونعمل بكل همة لتقديم كل أنواع الدعم لهذا القطاع الحيوي. وهنا نؤكد بقوة على الدور المحوري والأساس لمجلس القطاع الخاص. إن العراق اليوم وفي ظل المتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات المعرفية والتكنولوجية يسعى لملاحقة ومواكبة هذا التطور من خلال العمل على إصلاح القطاع المصرفي والمالي والدخول إلى عالم التكنولوجيا عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية وحوكمة العمل الحكومي والخدمي، وهذا ما أخذته خطة التنمية الجديدة بعين الاهتمام، فقد بدأت الحكومة بخطوات مهمة في هذا المجال، من بينها أتمتة العمل في المنافذ الحدودية والتأسيس لمغادرة التعامل النقد اليدوي والتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني في جميع التعاملات السوقية والتجارية وسوى ذلك، وهو ما يعد من الأهداف الأساسية للخطة، فهي تتبنى التحول الرقمي الشامل من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة. الحضور الكريم، إن التخطيط السليم بحاجة إلى بيانات ومؤشرات تنموية دقيقة وسليمة لكي تكون الخطط مبنية على واقع شديد الوضوح، ومثل هذه المتطلبات لا يمكن تحقيقها إلا بعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق. وإدراكاً من الحكومة لأهمية هذه الخطوة، فقد قررنا أن يتم إجراء التعداد السكاني خلال هذا العام، وأن تبذل الحكومة جهوداً استثنائية من أجل تنفيذ هذا المشروع المعلوماتي التنموي الكبير الذي تأخر كثيراً، وقد تقرر أن ينفذ التعداد في 20 من شهر تشرين الثاني لهذا العام، وقد أكملت وزارة التخطيط والجهات الساندة لها جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التعداد، آملين من أسرنا الكريمة المساهمة في إنجاح هذا المشروع من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة، لأن الهدف من التعداد هدف تنموي، وتسعى الحكومة من خلال بيانات التعداد للوقوف على الواقع ومعالجة سلبياته في جميع المجالات. كما ندعو جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح المشروع، فالجميع شركاء فيه. السيدات السادة، إن خطة التنمية الخمسية وضعت مساحة لتحقيق الحكم الرشيد في البلد ووضع الأسس والآليات المناسبة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه
عبر اعتماد مبادئ الشفافية والتأكيد على النزاهة، وقد مثل هذا الأمر واحداً من أبرز الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي. وعلى مدى الفترة الماضية من عمر الحكومة فقد حققنا الكثير في هذا المجال، ونأمل التحقيق المزيد. نبارك هذا الجهد الكبير لوزارة التخطيط ولجميع الوزارات والجهات الساندة ولشركائنا الدوليين، ونأمل من الجميع الالتزام بتنفيذ مستهدفات هذه الخطة لنصل إلى ما نصب إليه من تنمية ورخاء. وعلى بركة الله نعلن إطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.